ربابي بوجوه الناس الكذابي حوالي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير بسكر بابي بوجوه الناس الكذابي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير سيدي هو خطفها لحتى ينتقم منها. أنا واثقة كتير إنه أنوراج أهلوات ورا هاد الشي اللي صار. يا أنسة أنتي أول ما أجيتي لهون قلتيلي أختك طلعت تقابل صديقتها. أنتي شو عرفك إنه ما كانت مع صديقتها؟ على كلن ما بنقدر نعمل شي لأنه ما فينا نعتبر شخص مفقود لحتى يمروا على مدة غيابه 24 ساعة كاملة. سيدي بترجاك ما تضيع الوقت على كل هاي الرسميات. أنتي اللي عم تضيعي وقتنا. قبل ما يوصلك اتصال بطلب فدية أو إله صلة بالقصة ما فينا ناخد أي قرار أو أي تصرف أبداً ولازم تعرفي هذا الشيء. إذا ما لقيتوا أختك من هلأ لبكرة على الأكيد رح نحقق باختفائها. يا فاشل كنت بمبنى المشفى لك كيف خليتها تهرب منك؟ روحوا دوروا عليها. يلا أنت بس ريحي أعصابك رح حل الموضوع. بوعدك أني رح ألاقيها. لازم أعرف يوصلت أنوراج بماهي لأنه إذا إجا على المشفى وكانت ماهي معه وقتها رح تكون مشكلة. أمي العملية عملتوا لي العملية أنتوا خلصتوا العملية؟ كان لازم أعرف إنه أنت الوحيد يلي بيعمل مثل هدول الشغلات السيئة. بس اطلع رح ورجيك قيمتك. افتح الباب. تنفض بنوب ليك أنا ماني خايفة لا منك ولا من أبوك. افتح افتح يلا خليني أطلع. أنو راج افتح لي الباب. شايفة كيف؟ بعد ما انحطيتي بالسجن لأول مرة انتي حاسة بالغرابة والانزعاج بس رح تتعودي على هالوضع بأكد لك هالشي.
حتى تحسي بأخطائك وتجربي الشعور وتعرفي شو عملتي بأبي. أنا حبستك بهذا المكان. هاي مو مزحة نهائيا، هذا عقاب إلك يا ماهي. شو مفكر إني هلأ رح رد عليك وخاف منك ونفس حكيك لأنك خطفتني وحبستني هون؟ لا بأحلامك. لك أنت السبب، عيلتي عم تواجه مشاكل بسببك وأبي الأذى بسببك. لحتى تاخدي عقابك الكامل أنت ما رح تطلعي من هون، وما في حدا رح يقدر يلاقيك. إذا كنتي حابة تطلعي من هالحبس أنت لازم تسحبي الدعوة، وإذا ما سحبتيها أبي بينسجن وأنت هون، رح تضلي هون لحتى تموتي. خبريني لشوف شو هو قرارك، أنت حابة تطلعي من هون ولا لا؟ ساوي اللي بدك يا أنوراج سينغ أهلاوات، بس إني أسحب الدعوة هاي بأحلامك. وبتعرف شو كمان؟ لك حتى أنت رح خليك تروح مع أبوك على السجن، فهمت؟ طيب معناها بتضلي هون، شرفتينا ببيتك. استنى لا تروح، مفكر عمل بطولي إنك تحبسني هون؟ افتح خليني أطلع وتعال تقاتل معي بشكل عادل. افتح، تعال افتح الباب أنوراج، أنوراج. بس يا حضرة المحقق لسه ما تحسن وضع ابني منيح. يا مدام القانون بده يمشي على كل الناس. خدوه. شكرا جبني. طولي بالك شوي، انتوا طلعوا لفوق وانا رح اتصرف. بابا. عفوا بس دقيقتي. بابا وعدني ما تفقد الامل، بدي توعدني انك رح تضل قوي. بترجاك رجاءا ما تخاف من شي. ليك انا بوعدك اني رح طالعك من السجن عن قريب كتير، بس اعطيني شويه وقت. بابا انا بعرف انك ما عملت شي غلط، ووعدتك كمان اني رح طالعك من السجن، بس بترجاك صبر علي شوي. انت شو قصدك؟ ابي وساق فيني، انا رح اتصرف وحل كل الموضوع. ليك رح اجي لعندك، القصه رح تنتهي وانت رح ترجع على البيت. انا ما عاد يهمني اني يكون بالسجن، رح تنكشف الحقيقه. طالما ابني واقف جنبي وعم يدعمني فما رح اخاف من اي شيء. يلا. أنوراج أهلاوات، رح خليك تضل كل حياتك عم تدفع ثمن الشي اللي عملته. ستي لو سمحتي كل شي، ستي بس كم لقمة رح طعميكي بإيدي، يلا كلي هي. طيب ستي إذا ما أكلتي أنا ما رح أكل، رجاءً كلي بس هاللقمة رجاءً. أروش؟ نعم خالتي. تعال تعشى ابني. إيه أنوراج؟ ليش مختفي؟ أنا حاولت أتصل فيك كتير بصراحة، رحت شفت المحامين حابين يقابلوك. أنا كنت عم شوف كم شخص يعني من شان بابا حتى يساعدونا بالقضية. أروش ابني تعال عود مشان تاكل معنا. يلا خالتي. وين سميرتي؟ أكيد بتكون بغرفتها. طيب رح أشوفها وبرجع بالإذن. أنوراج أهلاوات. سواتي بس كيف إجيت؟ لا ستي انتي اعدي انا رح شوف. اعدي أنوراج. اللي وين اختي؟
لي وين ماهي؟ شوفي لي وين أختي؟ مو ماهي أختك؟ شو بيعرفني؟ عم تقولي أختي بتكون عم تتسلى مع شي حدا. لا تحكي حكي فاضي. عندك يا بنت شو مفكرة حالك؟ مو شايفة حالتنا؟ نحن قلقانين أكتر منك يا خالتي. انتو قلقانين بسبب أعمال ابنك. ابنك السبب بكل اللي عم بيصير. سألي لشوف اختي ماهي وين؟ بعد ما اجى على المشفى اختي ماهي اختفت. من لما دخلت حياة ماهي وهي دائما عم توقع بالمشاكل حتى أنا وثقت فيك، وهذا بيكون أكبر غلط بحياتي. بكفي. اسمعي لا بقى تحكي ويا ريت تطلعي من هون، أحسن ما أنا طالعك بالقوة هلأ. شوف جرأ ومد إيدك، وقتها أنا رح حطك مع أبوك بالسجن. لسه ما بتعرف مين هي سواتي بالمرة. تعالوا طالعوا هاي البنت لبرا بسرعة. طلعوها. أنا ما رح روح لمكان قبل ما أعرف وين أخذتها لأختي. تركوني بعدوا عني. ليك اسمعني منيح، مستحيل سامحك. أنا بورجيك. أمي ستي ما تخافوا، هاي البنت ما بتعرف شو عم تحكي. ماما شو صاير؟ ولا شي بنتي، يلا تعالوا تعشوا. أمي أنا رح أطلع لأنه عندي شغل، وقت أرجع بتعشى. إيه؟ بتوقع اني لقيتها، بس بدي وقت. اذا انا اضطريت رح اتخلص من الخاطفين كمان. الشرطة رح تفكر انه هو وماهي قتلوا بعضه، وهالشي رح يسهل الامور علينا. انت عم شي؟ ما بتشوف بنوب؟ بعد هيك لك مو وقتك تتعطلي. رحت يا نوراج؟ أنا ما فيني ضيع هاي الفرصة، لازم لاقي نوراج هلا. نحن بحاجة ماي والكلية تبعها. لازم فيقها وخليها تاكل، اليوم ما أكلت شي. أهم شي إنها ما تمرض. ماهي ماهي قومي حاكيني. ماهي أنا ما في عندي كتير وقت، رح أترك لها الأكل هون جنبها وبس تفيق بتاكل منه. ما هي وافي؟
ما في أثر لدوليب السيارات على الطريق. هو أكيد ما أجا من هون. أنوراج اتركني، رح أقتلك. يلا عم قلك اتركني. لا ما فيك تروحي. وين رحت يا أنوراج؟ لك من أنو جهة بدي روح؟ أو أنو طريق؟ لوين بده يكون راح؟ هو أنو طريق أخد؟ معقول هو يكون طلع من المنطقة؟ لوين راحت بنتي ماهي؟ مدربة تعبان كتير، ما توقعت أبداً تتركه بهيك وضع وتروح. لكي أمي، الشرطة قالت إنه لازم نستنى 24 ساعة لنبلغ، بس ما تخافي أبداً، بلشوا التحقيق بالقصة بناءً على طلب قدمت لهم إياه. كوني واثقة، رح تكوني منيحة. أنا واثقة إنه الشرطة ما رح تساعدنا بالقصة، كتير خايفة يا سواتي. شو رح يصير بماهي؟ أمي ما تخافي، أنا رح روح ألحق أنوراج وبدي أعرف هو على شو ناوي هلأ. عفواً، مثل مشايفين الوقت عم يمر بسرعة كبيرة. بعرف أنه أنتو خايفين على السيد شارما، بس نحن لازم نعمل العملية وبسرعة كمان، لهيك أنتو لازم أنكم تدبروا المصاري بسرعة. شو رح نعمل هلأ؟ نحن من وين بدنا نجيب هاي المصاري كلياتها؟ من جهة عنا السيد شارما يلي وضعه صعب وحياته بخطر، ومن جهة تانية في بنتي يلي ما بعرف عنا أي شيء. لوين بده يكون راح أنوراج؟
وحدي. سمارتي؟ انتي سهرانة لهلا؟ امي اسمعيني، أروش قال رح يخبرني لما يوصل على الفندق، بس هو لهلا ما اتصل، وفوقه ما عم يرد على اتصالاتي. حبيبتي ما في داعي تخافي عليه، بيكون انشغل بشي وأكيد رح يتصل فيكي. امي كيف بدك يعني ما خاف عليه؟ من لما اجى لهون هو غرقان بكل مشاكل هاي العيلة. أنا كتير قلقانة عليه يا أمي، وبنفس الوقت أنا بدي إياه يكون بعيد عن مشاكل هاي العيلة. أنا فكرت لما يجي لهون إنه نحن رح نقضي وقت حلو مع بعض، بس تعرفي أمي هو أحلى شي صار بحياتي كلها، أنا بحبه كتير، بس ما بدي ارتباطنا يخرب بسبب المشاكل اللي عم تصير هون يا أمي. لا لا تفكري هيك حبيبتي، ما رح يصير شي، خليكي واثقة بحبك وكل شي رح يكون منيح. مين اللي ضربني؟ مين بده يكون؟ معقول أنوراج؟ اسمعيني واعملي مثل ما بقول، بدك تسحبي القضية بتسحبيها فورا، وإلا رح تضلي هون طول حياتك. ماهي أنا رح شيل الربطة وفيك تصرخي، بس إذا بتعملي أي تصرف مو صح ما رح تقدري تاكلي شي ماشي، وبتموتي من الجوع، عم تفهمي؟ يلا كلي. يلا كلي هاي. ما بدي آكل أي شي. افتحي تمك. لك شو عملتي؟ بس لك خلص بكفي بقى، قلتلك بكفي، ما رح تستفيدي شي من كل شي عم تساوي، رح قلك شو اللي لازم يصير. أبي ما عمل شي، وأول ما هو يطلع انتي بتطلعي من هون. فيك تساوي اللي بدك يا، بس أبوك واحد سيء وما رح خليه يطلع من السجن بكل حياته. طيب ماشي، معناها أنت كمان بتضلي هون. يلا كلي روح من هون، لأنه ما بدي أكل أي شيء. بدك تاكلي إجباري، لأنه ما رح خليكي تمرضي وتموتي لحتى يطلع أبي من السجن. خدي كلي يلا. لا ليش عم تخليني اجبرك تاكلي بهالطريقة؟ اه؟ شو ما فيكي تهدي؟ إذا علق الأكل بتمك وقتها رح تختنقي وتموتي. ماني مصدقة عن جد، أنا كيف حبيت واحد سيء مثلك أنت؟ كنت مفكرة إنك ما بتشبه أبوك، أنا فكرتك إنسان، فكرتك حدا منيح، بس طلعت غلطانة. لك انت طلعت أسوأ من أبوك، كان معه حق السيد شارما بخصوصك انت وكل عائلتك كمان. عن جد أنا ما كان لازم أوثق فيك نهائيا، طلعت واحد كتير سيء وما في عندك أخلاق أبدا. أنا ما فيني ساعد مدربي حتى يشفى بسبب الشيء اللي عملته أنت، كان بدي دبر مصاري مشان العملية، بس أنت ما خليتني. بوعدك إذا خسرته رح خلي حياتك تصير تعيسة يا أنوراج. كيف كنتي بدك تدبري مصاري للعملية؟ وليش كنتي مو على بعضك؟ اهتم بأمورك لأنه أنت ما دخلك بهذا الشيء. طيب كفي معاناتك هون لك. اسمعيني منيح، انتي بدك تضلي هون لحتى توقعي الوراق اللي بتخلي ابي يطلع من السجن، ويا ريت ما تنسي يا انسي ماهي سينغمان اني اسوأ كابوس بحياتك، ما تخليني اعمل شي ما بحبه. امي انا اسف، امي عملت كل جهدي حتى أوصل للبنت بس ما قدرت شوفها، وثقي فيني أنا رح ألاقيها عن طريقه لابن حماي أنوراج، ما رح أفشل.
كوني متأكدة إني رح لاقيها. أنا ما رح خيب لك أملك، أنا رح أوصل للي بدي إياه يا أمي. عم أقول لك أنا آسف أمي، بعتذر. يعني ما أقول أنت ما توثقي فيني؟ أنا آسف أمي، آسف أمي. طيب حبيبي انتبه إنك تخيب لي أملي، بدي هاي البنت بأي ثمن. موجوع كتير ابني؟ تعرف ما بحب ازعل منك، بس ليش؟ إيه ليش بتضل تعمل شغلات تزعجني؟ زعلان مو هيك؟ انت بتعرف انا عملت عملية وبسببها صار معي مضاعفات، وكل اسبوع لازم روح على المشفى لأعمل جلسات حتى ما تنضر الكلية. بدي هديك البنت بأي ثمن، بدي تثبت حبك الكبير لأمك الحنونة. بس بكل مرة انت عم بتخيب لي أمي. أمي ماما 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 أنا بعتذر منك، ما بقى رح عايدة. بترجاكي أعطيني بس فرصة واحدة، أعطيني بس فرصة واحدة. أمي بس اسمعيني، أنا رح أجيب لك إياها، أنا بأكد لك رح تكون عندك، ما رح أخيب لك أملك أبدا. ماشي رح أعطيك كمان فرصة، بس هاي آخر فرصة إلك. أنت أكيد بتحب أمك وما بدك تخسرها، ما هيك؟ إيه؟ ابني ما رح تساعدني لحتى أشفى؟ إيه؟ وما بدي إياك تنسى إني أنقذت حياتك. أنت كنت طفل يتيم وكنت تنام بالشارع على الأرصفة، أنقذتك من الوضع السيء يلي كنت رح تكون فيه. بدك تردلني هالمعروف. ألو؟ شغلتي لي بالي. ما تردي على تليفونك. المهم أمورك مشيت؟ إيه ماما، بلشت تنحل كل الأمور، الشرطة عممت بحث وبلشوا يدوروا على ماهي، متأكدة إنه رح يلاقوها عن قريب. هلأ شو بيصير معي رح خبرك، انتبهي على حالك ماشي؟ انت وين؟ انت هون؟ شو اللي جابك لهون؟ الوقت اتأخر. سألهم سيدي، سألهم وين بيكون أنوراج هلأ؟ إذا هو مانو بالبيت وين بيكون؟ ما عندهم جواب، ابنهم خطف ماهي وأكيد هو بيعرف وينه. برأيي إذا أنت قدرت تمسكه فوراً بتشوف رح يخبرنا وين مخبيه. لك حاجة اسكتي، انتبهي لحكيك. يا حضرة المحقق، بالقانون ما بيصير انه هالبنت تقتحم بيتنا وتهددنا وتعمل مشكلة هون بهي الطريقة ونسكت. اوه أنوراج هون، خلوني حقق معه. ايه حضرة المحقق، سألوه وين كان، سألوه وين ماهي. بعرف انه رح يكذب علينا، بس انا متأكدة انه هو خطف اختي. سيد أنوراج لازم تجي معنا لنحقق معك. ليش حضرة المحقق؟ شو هي القضية؟ قضية خطف ماهي سينجمان لأنها مفقودة وانت المشتبه الوحيد. حضرة المحقق، انت اعتقلت ابي من قبل بدون اي سبب، وانا يوميا عم اجي لعندك على المخفر لحتى زوره،
لهيك ما عندي أي مشكلة إني روح. أعطيني دقيقة لو سمحت وبجي معك. ماشي. تفضل. المسؤولين حطوا كتير قوانين ليتأكدوا من سلامة الناس الأبرياء، وهي بتساعدنا حتى نثبت براءتنا لما يجي حدا ويتهمنا بشي ظلم وباطل. هي مذكرة قانونية، بتمنى إنك تقراها كلها. أنا توقعت إنه عيلة ماهي رح توصل لهذا المستوى السيء، وكنت عارفان إنه رح يعملوا مثل هيك حركة، وأنا متأكد إنه ماهي خططت لهذا الشيء. هدول عم يحاولوا إنه يضغطوا علينا، وعم يعملوا هيك حتى يحاصرونا ويوصلوا لشي اللي بدهن اياه. من شان هيك أخذت كل احتياطاتي. سيدي بتمنى تخبرني إذا في ورقة ناقصة، ورح أحكي مع المحامي تبعي وهو بيتواصل معك. لكن سواتي خلاص. يا أنسة ما تتصرفي بهي الطريقة، أنت محامية متدربة وما بيصير تتصرفي هيك. بدي أحكي شي، المرة الجاية إذا أي حدا من عيلة ماهي سينغمان بيقتحم بيتنا وبيحاول إنه يزعج حدا من عيلتي أو يزعجني، وقت تأكدوا إنه أنا رح أرفع دعوة عليهم، ورح أقدم شكوى ضدك واعتبرك متورط بهذا الموضوع معه. حضرة المحقق، بتصور صار لازم تأخدوها. يلا يلا امشي، رح تتعاقب، بأكد لك هالشي. انت امشي واحد سيء. شغلتنا نطبق القانون. ماهي حبيبتي، بعتذر منك، سامحيني. أمي شو بدي إلا هلأ؟ ألو؟ شو؟ كيف هيك؟ بعتذر، ما فيني أقول اسمه نهائياً، المتبرع مجهول، هو طلب هيك. المهم أنتوا هلأ لازم تنبسطوا، تكاليف العملية اندفعت والسيد شارما منيح، هالشي بيكفي. عن جد شكرا كتير إلك دكتور. بس يا دكتور ما منعرف حدا في يدفع هالمبلغ، المبلغ كان كبير كتير، وبصراحة نحنا ما تركنا باب ما دقينا مشان هيك. مين اللي دفع؟ شوفي الناس المنيحة لسه ما اختفت، في كتير عالم بيحبوا يساعدوا غيرهم وبدون أي دوافع شخصية. شكرا كتير لحضرتك وللمتبرع كمان. رح بلش بتحضيرات العملية. شكرا. سيد أهلاوات، عملت مثل ما قلتلي بخصوص التبرع، رح نعمل عملية السيد شارما بدون ما أي حدا منهم يعرف مين اللي تبرع. بترجاك دير بالك عليه. طيب شكرا. أمي أنتي لسه لهلأ ما نمتي معقول؟ بدي تأكد لي أنك مو عامل أي شي غلط، وأنه ما دخلك بقصة خطفة لماهي. بكفي أمي، لأنه ما في داعي لهذا الشي بنوب، ما فيني ضل هيك عم دافع عن حالي قدام عيلتها لماهي، وهلأ قدامك أنتي كمان. معناتها حط عينك بعيني وقلي أنك مو عامل شي غلط، وساعتها أنا ما عاد أسألك أي شي. ماما فكري كيف ما بدك، أهم شي عندي أني طالع أبي من السجن بهالوقت. تأكدي رح أعمل شو ما كان من شان طالعه. أنوراج أنوراج، ماهي
ماهي مي مي شربني مي شربني أنوراج، أنا كتير تعبانة، ماني منيحة أبداً، بترجاك خدني على المستشفى. شوفي ماهي، هاي التمثيلية ما رح تجيب نتيجة أبداً. بتعرفي شو لازم تعملي لحتى تطلعي من هون صح؟ بدك توقعي، فهمتي؟ رح وقع على كل الوراق اللي بدك ياهن، رح أعمل كل شي بتقلي عليه، بس بترجاك ساعدني أنوراج. أنا بترجاك خدني على المستشفى. أنا رح وقع على كل الأوراق. طيب ماشي، إذا حاولتي تهربي هاي المرة ما رح سامحك. أنا رح أعمل كل اللي بدك إياه، بس بترجاك ساعدني، ما بدي ضل هون، بترجاك خدني على المشفى أنوراج. معي هاد آخر تنبيه، إذا عملتي أي شيء معي بتشوفي. أنا بس بدي أطلع من هون أنوراج، أنا بترجاك طلعني من هون. وين لازم وقع؟ هون. ماهي إذا ماهي راحت على الشرطة أبي بعمره ما راح يطلع من السجن. معقول ما هي اجت لهون؟
تهانينا، العملية نجحت والمدرب رح يتحسن بالساعات الجاية. بتشكرك دكتور. شكرا لإلك. ماما هاي تحققت أمنيتك. بتمنى إنه ما هي ترجع لنا بسرعة. إذا ما هي ما إجيت، لكن لوين راحت؟ أفضل إنك تسكتي. رجاءً ساعدوني، في حدا يساعدني هون. ما راحت على الشرطة، لكن لوين راحت؟ وين ممكن تكون؟ بتمنى ما توقع بشي مشكلة. ما بدي تستهينوا فيها، البنت خطيرة، إذا صار أي غلط أنا بعرف كيف أتصرف معكم، فهمتوا؟ هاي شبك؟ ما في داعي للسكين، هاي بنت، خلصونا. Ugh.